كثيرا ما تجد لاجئين سوريين عائدين بخطى متثقلة إلى مخيماتهم في تركيا، وبعضهم لا تخلو يداه من متاع بسيط، وهو ليس مكرمة من أحد بل من عرق الجبين. ظروف العمل هنا ليست بالسهلة، فالرواتب كثيرا ما تكون هزيلة، بل وفيها تفضيل للعامل التركي على زميله السوري اللاجئ. التركي كان عم ياخذ يوميا شيء 60-70 ليرة، وأنا عم باخذ 20 ليرة، باكل منهم وبشرب وبنام وبطعمي عائلتي، من وين 20 ليرة؟ شو بدها تساوي لي؟ ولا بدي أرجع على سوريا. غير أن وزارة العمل التركية أصدرت قرارا يقضي بوقف تراخيص العمل للسوريين لتفادي حدوث التمييز ضدهم في الأجور، لكن مسؤولين من المعارضة السورية يقولون إن هذا القرار لم يطبق على أرض الواقع. هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وربما يبقى في إطاره النظري دون تطبيق، وبإمكان العمال السوريون أن يمارسوا أعمالهم في تركيا دون أن يكون هذا القرار عائقا لهم. وإن كانت السلطات التركية قد تأخرت في تنفيذ القرار، فإن ذلك لا يحل مشكلة العمالة السورية في تركيا. من المؤكد أن أعداداً من السوريين استطاعوا الاندماج في الاقتصاد التركي، ومن المؤكد أيضاً أن أعداداً أكثر منهم لم تجد فرصة عمل أو تعرضت للاستغلال والابتزاز، لكن العامل المشترك بين غالبية السوريين هو أنهم ينتظرون الفرصة للعودة إلى بلدهم إن عاد السلام إليه. عبد الرحيم الفرنسيسكي، نيوز عربية، غازي أنتاب، جنوبي تركيا.